يعني هو حقيقة نريد أن يكون هناك استفادة من دروس وعبر في الحكومات السابقة التي لم تستجب للمطالب بما يليق بكرامة دولة حقة في بلدنا. جيد. ونتطلع إلى الحكومة القادمة ستنصف وتهتم وتضع نصب أعينها المظلومية التي يعيش. شنو هي المظلومية؟ بس موضوعة راتب سيد موفق زين، أنتم كمؤسسات كمجتمع من شنو تعانون؟ احنا بس الراتب هذا شيء منتهين منه، غير الراتب. اول شيء يا ريت استاذ عمار، يا ريت انه هذا الراتب ده يشمل كل دولي عاقة في العراق اللي اعدادهم مليونيين. يعني ماذا يعني انه احنا الان اللي كل هذا الحديث والضجة والتواصل ترى ما مشمولين اكثر من 100-150 الف شخص من بين هاي الملايين، من بين يعني من بين 3 مليون تقريبا، صح؟ اكثر. لا احنا وفق تقرير المقرر الخاص معني بالإعاقة احنا 13% من سكان العراق من ذوي الإعاقة، وبس يعني 150 ألف المشمولين. نعم، بقى عندنا 4,700,800 ألف. يعني هذا الكلام ما يعبر علينا أستاذ عمار. احنا الآن عايشين في عالم الحداثة والتواصل، فما يخفى علينا انه هذه الدعايات وبعض الشعارات الرنانة والعريضة. طيب ما هذا، احنا الان حقوقنا اكبر من هذا. سيد موفق، سمعت اللي قلته انا بخصوص اليابان اللي صار اكو مجمع تسوقي؟ نعم. هذا ليش ما يصير بالعراق؟ ممكن تتبنى الفكرة انت، ممكن تتبنى الفكرة. نعم. بس سؤال، ممكن تتبنى هذه الفكرة؟ طبعا وفكرة ايه؟ جدا منطقية جدا. يعني انت اذا يكون اكو مجمع، وهذا المجمع موجود باربيل وموجود بالبصرة وموجود بالانبار وموجود بالنجف وموجود بدياله، كل مجمع خاص لذوي الهمم، مجمع مثل المول بس خاص لذوي الهمم، والنسبة تصير لكم، الأرباح تكون لكم، تكون لذوي الهمم من هذه المحافظة، ليش ما يصير هيك مشروع؟ ممكن تتبناه، ممكن أنه تكون بادرة خير، أو ممكن تكون خطوة حتى كفكرة، ليش ما تفعل هذا الفكرة؟ سعد عمار، هذا اللي تتفضل به هو هذا مو بس مهمة جهة واحدة، احنا ما ندفع بس برأس الحكومة. نعم. المجتمع، المستثمر، الاقتصاديين، الشخصيات الذي لديهم مشاريع، هذا كله تعاون جهات أخرى، جهات البلدية، الأمانة. نعم. تخصص الأماكن،